مساء الأنوار مشاهدين ساعة مع نيبال. الكورة دايماً بتجمعنا، لكن دلوقتي بقت بتزعلنا. معرفش إيه السبب. إيه السبب إن لعبة زي لعبة كرة القدم اللي المفروض بتلمنا وبتدخل البهجة في قلوبنا تدخل في منازعات وعنف وسب؟ إيه التحول ده بيحصل ليه؟ مش المفروض إن الكورة بتجمعنا؟ إحنا كنا بنتبسط زمان قوي من الماتشات الكبيرة اللي بتبقى موجودة بين الأهلي والزمالك، وكنا بنعتبرها في بيوتنا إنها حدث، لأن هتلم العيلة كلها في البيت ده في اليوم ده، وهنخرج فرحانين سواء كسبانين ولا خسرانين. لكن الموضوع دلوقتي بقى مختلف. حتى الإعلام، حتى البرامج الرياضية بقى فيه منازعات، بقى فيه هجوم، بقى فيه شيء غريب، ظاهرة غريبة، العنف. وكأن الفكرة، فكرة الصراع أو قضية الصراع بقت حاجة موجودة جوانا. يعني احنا لازم يبقى عندنا قضية، ولازم يبقى عندنا مشكلة، ولازم يبقى في خصمين. يا ترى دي بقت سمة من سمات الحياة، ولا بقت فينا احنا، ولا في حد بيخلقها في عقولنا؟ الموضوع ايه بالظبط؟ ما هو اي حاجة عشان تتملك مننا بالشكل ده لازم الفكرة تتملك عقولنا. عايزة تقولي ايه يا نيبال؟ عايزة اقول ان الكورة بتجمعنا. انتظرونا في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيبال. كلنا اتبسطنا قوي واحنا بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك، وطبعا احنا النهارده في ساعه مع نيبال عايزين نقول طبعا مبروك لنادي كبير زي نادي الاهلي، وهارد لك لنادي الزمالك. لكن الموضوع بعد الماتش بياخد اتجاهات مختلفه، او بعد المباراه بقى في احزاب، بقى كل جهه لغة كده مش عارفة انطقها قوي بتحفل يعني على الجهة التانية. لكن يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلينا بالشكل ده؟ طب فين الروح الرياضية؟ طب فين الحيادية؟ طب فين الحب المتبادل بين النادي الاهلي والزمالك؟ ليه المشجعين بقوا بالشكل ده؟ ليه الفكر بقى كده؟ زي ما قلت في المقدمة، هل يا ترى في حد دايماً أو إيد خفية بتبقى ورا النقطة دي؟ إن هي دايماً عايزة قضية وعايزة صراع وعايزة مشكلة، ولا إحنا ما عندناش قضية حقيقية موجودة في حياتنا فبنخلق كلمة الصراع؟ مش هطول عليكم بقى. أنا ضيوفي النهاردة الموجودين معايا في الاستوديو المستشار محمد صادق المحامي بالنقد. أهلاً بحضرتك. يا أهلاً وسهلاً يا فندم، أهلاً بحضرتك. والاستاذ محمد العجرودي لايف كوتش. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اكيد طبعا شفتوا المباراه. طبعا. صح؟ الاهلي والزمالك. وحضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي. الاثنين وحضرتك؟ لا زملكاوي. بعد اعلان الفوز والفايز والخسران، تحليلكوا ايه لجماهير الاهلي والزمالك؟ هبدا مع حضرتك. والله هي ليست السابقه الاولى من النوعيه بتاعه الهرج والمرج اللي بيحصل بعد ماتشات الكوره، وعندنا سابقه كبيره جدا اشتغلنا فيها في القضاء، وصل الاحكام فيها للاعدام، يعني وصل اعدام شباب كانوا موجودين في الاستاد. فهي الفكره زي ما حضرتك تفضلتي انه يعني ما فيش قضيه، في ناس يعني ما اعتقدش ان يكون اللي عنده ملكه التشجيع وعنده الروح الرياضيه ونازل لهدف حقيقي عنده
ما هيتطرفش للعنف ده وللتنمر الحاد اللي احنا شفناه والاساليب اللي خارجه عن مبادئ التربيه الحقيقيه في المجتمع. احنا بنشوف مهازل، واللي حصل ده مهزله بمعنى الكلمه. يعني انت احتفظ بفوزك، يعني ايام لو نرجع لورا شويه ايام النادي المصري مع الاهلي، والاهلي هو اللي كان كسبان يعني في الوقت، المصري اللي كان كسبان في الوقت ده. فعشان لوحه اتحطت في الاستاد فحصلت مجزره ومذبحه مات فيها شباب كتير في القصه دي، والقضيه ما زالت متداوله في النقض، في ناس اخذت اعدام واللي اخذ مؤبد فيها. طب انت نازل تشجع ولا نازل تقتل؟ ولا نازل تتعدم؟ ولا نازل تعدم وياخد مؤبد؟ انا بروح اشوفهم وبزورهم في السجون اللي محكومين بالاعدام، شباب زي الورد. طب ايه اللي يوصلك انك انت تمد ايدك على رقبه زميلك وان الرياضه توصل لكده؟ ايه اللي يوصلنا لكده؟ استاذ محمد، تحليلك ايه بعد المباراه وفوز الاهلي وخساره الزمالك من الناحيه النفسيه؟ من الناحيه النفسيه طبعا يعني اكيد الجمهورين يعني كل واحد طبعا بيحب فريقه جدا، بس سيكولوجيا انا بحس ان خلاص الجماهير مستنيه اخر ربع ساعه. طبعا الكفه مثلا الفريق الفايز مستني عشان يعني مش يعني الكلمه المعتاده اللي بقت ترند اللي هي التحفيل، لو بيحقر اللي انا قلتها من شويه الجديده عليا بس بالظبط دي ترند جديده اللي هو خلاص التحفيل ده بمثابه بقى ان انا احقر من شان الاخر، او ان انا يعني حتى ضيع مجهوده. يعني المفروض يبقى في احترام. يعني انا كزملكاوي النهارده اتفرجت مع عيله اهلاويه هي عيلتي، ف يعني حتى الجول لما جه فرحوا شويه وكله هيص وسكتوا، نفس الكلام لما الزمالك اتعادل طبعا فرحت وخلاص وسكتنا. اصل بيوتنا اصلا منقسمه بالظبط، يعني نصها اهلي ونصها زمالك، احنا بيتنا نصه اهلي ونصه زمالك، يعني مش معقوله مش معقوله نخسر بعض يعني بالزبط. علشان مباراه، لكن هو بالعكس يعني كل واحد بيحاول يثبت وجهه نظره. يعني النهارده هنبتدي مثلا من الفيسبوك حته التواصل الاجتماعي، كل واحد بيحط مثلا بوست معين على الفرقه بتاعته، واحد يتضايق ازاي تكتب مش عارف ايه، لا انا اخش عكنن عليك. انا شايف نفسي النهارده ممكن اشوف نفسي احسن واحد، خلاص يعني مش لازم تيجي توجه لي تقول لي لا انا احسن منك، يعني خليك بقى خلاص في حالك، عندك حاجة ظريفة تقولها، حاجة مش ظريفة خلاص. وبعدين ما بقاش الاحترام نفسه، الاحترام المتبادل ما بقاش. بس أنا شايف إن الأجيال ابتدت تختلف، وإن ده عائد برضو للتربية. هنحمل الأم شوية كتير، لأن هي للأسف الشديد بالظبط. طبعا السوشيال ميديا أو حتة التواصل الاجتماعي لما ظهرت، الأم ما بقتش تهتم، يعني هي نفسها زيها زي الأطفال أو زي ولادها، بتجيب التابلت أو أيا كان الموبايل وتقعد برضو إيه منشغلة عنهم شوية، ما بقاش في رقابة ومتابعة زي الأول. ما فيش كلمة عيب، خد بالك ده ما ينفعش تقول كذا، ما ينفعش تعمل كذا. صح. يعني أذكر أنا وأنا صغير زمان يمكن قلت لفظ كده فأنا اتعاقبت عليه، أنا ما اتضربتش بس اتقال لي كلام من والدتي، انت بتاع شوارع انت مش عارف ايه. ولما جه والدي قعد يتكلم معايا كلمتين، يعني قلت يا رب يضربني عشان يعني عرفت ايقنت لا ما ينفعش احترام الاخر، وحته ان الواحد يعني يرتقب الفاظه والكلام ده كله. التنمر هو طبعا حاجه حرام مما لا شك فيه، وطبعا عيب لانه بيحقر من شان الاخرين جدا جدا. التنمر بقى شيء يعني بنحطه في اطار الهزار والخفه الدم وان احنا كده بنقضي وقت ظريف وبتاع، يعني هو المقصود ان انا الامور يعني للاسف حتى كلمه التنمر اعتقد ان هي جديده على سمع بعض الناس مؤخرا. طبعاً. يعني كلمه التنمر كتير قالوا ايه تنمر، جديده علينا يعني فعلا انها يعني ايه، هم معتادين على الاسلوب ده وعلى الطريقه دي والهزار الجميل زي القلش القلش مثلا القلش برضو طلعت حاجة ترند. من الناحية القانونية بقى، هل المفروض يكون في عقوبة على أي حد بيتعدى أو بيستخدم العنف أو السب أو القلش على التواصل مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل المفروض يبقى في رادع؟ في جزئية نفسية هضيفها شوية بس قبل ندخل للقصة. فكرة التنمر نفسها ذاتها الكلمة الكلمة لها أثر نفسي أكتر من المادي. يعني لما أنا طبعاً. أضرب لما أضرب شخص الأثر المادي ده للضرب أقل وقعا على الجسد أو على النفس من كلمة.
ممكن يكون عنده إعاقة مثلا، أو ممكن يكون هو مثلا متأخر دراسيا أو أي حاجة، وأنا بالكلمة يعني أنا ممكن أكون بهزر، بس تقع على نفسه واقع أنه ممكن يوصل للانتحار. يعني حصل إن في ناس انتحرت بسبب إن بسبب فكرة التنمر. من الناحية القانونية المشرع ما كانش واخد باله من النقطة دي، أو ما كانش متخيل إن احنا هنوصل لكده. متخيل إن احنا مع تطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي والأسلوب الفج ده، إن لا نقف بقى. فالمشرع نزل مادة مخصوص للتنمر في قانون العقوبات، ده بيطبق فعلا يا فندم؟ بالظبط، ايوه. بس يعني حرك الدعوة، يعني المضرور يجري يروح يحرك الدعوة في النيابة، والنيابة هتاخد شؤونها وتحرك الدعوة الجنائية، وصلها للحبس والغرامة، الحبس او الغرامة. يعني الغرامة من 500 ل 3000 في عقوبة التنمر، لا، من 10000 ل 30000 في التنمر. وبتزداد من 20000 ل 100000 لما يكون التنمر من حد منك، يعني واحد متولي رقبتك، من حد من قريبين منك بيتنمر عليك. ده علشان بقى الفيديوهات دي بقى ليها نهاية يعني. كمان ملحوظة كويسة جدا في قانون الرياضة 71 سنة 2017. أيوة. ده قانون خاص. القانون الخاص ده المشرع حط فيه مواد من 85 وما بعدها، بيحط عقوبة الحبس للي بيحصل ده. وبالفعل أتم القبض عليهم اللي تنمروا على لاعب كرة، والكاميرات جابتهم. بالفعل سيعاقبوا يعني بالحبس. الشباب بقى انتبهوا علشان هيحبسوا. يعني خلي بالكم بقى، في قوانين وبتطبق، وفي حاجات انتوا في غنى ان انتوا تعرضوا نفسكم للبهدلة دي، او ان انتوا تتعرضوا للمشاكل دي. في مشهد، انا النهاردة جاية اتكلم في موضوع الاهلي والزمالك بس من ناحية تانية. احنا دايما برنامج ساعة مع نيبال بيخاطب الفكر والعقل. ففي مشهد ظهر في المباراة كان لكهربا، اللقطة اللي كان كهربا هينزل فيها، وبعد كده تقريبا جه الجون فنزل رامي ربيعة، و كهربا في اللحظة دي كان في مشهد، معرفش هيقدروا يجيبوه لنا ولا لأ، حط ايده على المدرب. بالظبط، لقطة حميمية جدا. هل يا ترى كان بيقول له كويس ان انت ما نزلتنيش، او ان انت خليت فيه دفاع اكتر؟ هل ده تصرف طبيعي او علاقة طبيعية يعني بين اللاعب والمدرب؟ حضرتك يعني تحللها لنا ازاي؟ انا شايف ان هو يعني شعور يعني مش واخد باله هو بيعمل ايه، لدرجه طبعا ان هو خلاص جابوا جون. فطبعا احنا بنتكلم في خلاص ماتش نهائي ما فيهوش رايح جاي زي ما بنقول ذهاب وعوده. فاللي حصل هو بتبقى لحظه جنون، اللي هو مش شاعر انا بعمل ايه، ومن كتر الفرحه فرحت طبعا يعني. بس ده واضح ان العامل النفسي ما بين المدرب واللعيبه واضح جدا ان في كيمياء، مفيش جاب بينهم. مفيش يعني جاب، وفي يعني كيمياء كويسه في جدا، محبه. هو واخدهم ان هم اولاد صغيرين او اخواتي بالظبط، ان انا احضنه. لقطه يعني كانت مميزه طبعاً جدا. بس هو طبعا يعني كهربا شويه، حتى لما راح ناحيه الكابتن محمود الخطيب بان اكتر ان هو كان زي ما نقول كده حد مهايبر قوي، يعني من كتر الفرحه هو مش قادر يسيطر على شعوره، هو مش وإنه مدرك. تقبل التاني تقبل طبعا فكرة نفسيا، ان هو بيسخن عشان ينزل، وبعدين حد تاني مكانه. طبعا ده بيدل ان فكره القبول نفسه، وانه رضا، وانه يعني موافق على قرار المدرب. يعني احنا حصل عندنا مشاكل قبل كده من لاعبين كانوا بيرفضوا ان هم يخرجوا بره الملعب، او ازاي تطلعني انا، او ازاي تطلعني او كذا، انا يعني فكره الانا. فان كهربا يعني وافق كمان وايد راي المدرب، فبرضه ده معناه ان في روح معينه موجوده في نادي الاهلي، وهم بيتعاملوا مع بعض، او قدر المدرب ان يوصل ليهم الاحساس ده، حته الاسره وان احنا عمل جماعي، مش شرط مين اللي نزل او مين اللي قاعد. المكسب لينا كلنا. انا متهيألي هنشوف اللقطه دلوقتي، هتجيبوها لنا ولا ايه؟ هنشوفها دلوقتي هم بيحضروها.
في بقى نقلة تانية حصلت برضو في المباراة لما شيكابالا جاب الجون. هنا في اللحظة دي هو عمل مجهود أكبر من طاقته، يعني عمل سبرنت كده مجهود عضلي وذهني، طاقة مزبوط. فوق الطاقة. بالظبط. حصل بعديها على طول، وطبعا الجون كان عالمي يعني. بصراحة الجون حتى ست لعيبة كان كله مزبوط. أهلي زمالك كان عموما كان بتلعب كويس جدا يعني. جدا كانت فبعد الجون طبعا وفرح، بس الفرحة ما كملتش. وبعدين عمل حركة غريبة شوية، راح التالتة شمال وعمل حركة يعني ولا كلمة مع ان مفيش جمهور. ده ما كانش نوع من انواع الاستفزاز لنادي الاهلي؟ والله يعني ما احنا بنحلل. انا شايفها بسيطة يعني. اصلا يعني حتى لو يعني حاجة زي كده يعني ما اعتقدش ان يكون اللاعب بالظبط يعني، لان كمان يعتبر شيكابالا من الناس اللي تعاطفت لما حصل مشكله الجمهور الاهلي والناس اللي كانت ماتت. يعني نفسيا يا حضرتك يا استاذ محمد نحللها ايه نفسيا؟ هو عايز برضو نفسيا، هو مش بيستفزهم، ولو هو يعني في جزء عنده تحليلي شويه في حته الـ يعني ده ما فيش جمهور يعني اللي هو جمهور. هو عايز يقول يا جماعه يعني انا خلاص لسه بدي كوره وان انا موجود، لان المهاره اللي حصلت دي بصراحه ان هو بيرقص ست لعيبه واقفين بيتفرجوا عليه ومتنحين ايه اللي بيحصل، وفجاه الكوره يعني هو معروف عنه ان هو مهاري جدا، بس طبعا ان هو راح ناحيه الجمهور لا هو مش استفزاز، لان هو لو استفزاز ما اعتقدش ان هو يعني، لان هو كان بيبادر. انا مش بدافع عنه هو شخصيا، ولكن الجون معانا تقريبا يمكن انا شفت شيكابالا على الحقيقه قابلته مره كده سلمت عليه، ف حتى بقول له ايه يا كابتن احنا مش هنكسب الاهلي بقى وناخد الدوري بتاع، فاتكسف وحط وشه في الارض. فهو ده شيكابالا يا جماعه، فهو على المستوى الشخصي طيب جدا. بس انا اللي بقصده ان اي حاجه كل فعل له رد فعل. طبعا. هل طريقه كتير اكيد من جمهور النادي الاهلي هيفسروه بشكل معين يعني طبعاً. رايح ناحيه الدرجه الثالثه ومفيش جمهور وبيقول لهم ولا كلمه ما تتكلموش. بالظبط مقصود جمهور الاهلي اكيد. وهنا انا موجود يعني انا موجود. بالظبط انا رقم هو هنا عمل لو احنا حللناها نفسيا هو عمل حاجه سابقه لوقتها. يعني اللي حصل في المباراة بعد كده ان هو ان الاهلي جاب الجون الثاني، الفرحة فين بقى؟ فين الحركة دي؟ ما هو برضو حفلوا عليه بناء على هو يعني انا مبسوطة قوي ان انا بقول حفلوا، ولادي هيفرحوا بيا جدا. هو ما حدش بيتنبأ الغيب يعني عشان مش متعود. هو كان يعتقد ان فريقه برضو هيكسب ان خلاص بالظبط يعني. صح، لان هو كان الزمالك كان الافضل. الزمالك كان يعني انا زملكاوي بس مش بدافع عن كيان او حاجة، ولكن فعلا الزمالك هو فعلا لعبه فن وهندسة، ولكن الاهلي في برضو جزئية محترمة جدا انا كزملكاوي بحبها قوي، ان هم بيلعبوا لاخر وقت 90 دقيقه. ثانيا بيلعبوا بتكتل، يعني ايه مش كل واحد لوحده، بحس انه يعني ال 11 هو واحد. لذلك حتى اللقطه اللي هي بتاعت كهربا كل واحد صح في الفرونت والباك كله مع بعضه واحد صح. بس موضوع التعصب بقى سياده المستشار الكروي اللي موجود دلوقتي عند المشجعين نحطه تحت ايه؟ عنف، فراغ، كبت؟ لا، هو على فكرة التعصب الكروي ده له تاريخ قديم جدا يعني مش جديد يعني. في ناس الكورة في دمهم يعني. أنا أعرف واحد يعني وأنا صغير كان زملكاوي متعصب جامد جدا 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 يعني، من هنا لأسيوط جدا نحط جدا. الراجل ده لما جه جون في الزمالك وقع، فكشفوا عليه كهلهل كده ودفنوه على مات. لا اله الا الله. يا عشاء العلي القدير بعد فتره صغيره كده يتوفى حد من عيلته يلاقوا الجثه قاعده في القبر يعني قاعد في القبر يعني. كان جاله سكته قلبيه مؤقته، كان ممكن يحصل له انعاش قلبي يعني. دي من طرائف الزمالك عندنا في البلد يعني.
فالتعصب التعصب الكروي ده ما نقدرش نوصفه لان حاله نفسيه عند كل بني ادم. يعني التعصب دلوقتي ما بقاش بالتعصب المعتاد اللي كان زمان. لا زي بعض ابشع. بس لا لا بس هو يعني يخرج عن لما توصل لما توصل يخرج عن ايه؟ يخرج عن ايه؟ عن اداب الشارع، يعني ادبيات الشارع او ادبيات الاختلاف. يعني النهارده جريمه التحرش بتحتاج الفاظ معينه خارجه عن النص. زمان كان التحرش بيقولها بن سواري هانم، بن سواري هانم ده يعتبر تحرش. النهارده مختلف، فكل زمن له الفاظه وله لا بس بس استاذ محمد يعني اللي بيحصل دلوقتي حضرتك تديني مسمى ليه، عنف ولا فراغ ولا كبت؟ التلاته مع بعض ميكس. التلاته ميكس. اللي عايزه اقوله، هل يا ترى ردود الافعال، وانا بقى بسال حضرتك عشان تخصصك بصدر. يعني ردود الافعال كلها نقدر نحطها تحت الضغوط النفسيه والعصبيه؟ مش كلها طبعا، بس اغلبيتها مظبوط، يعني نقدر نقول بنسبه 90% الضغوط النفسيه والعصبيه والكبت والفراغ عند بعض الناس. في ناس شغلها الشاغل ان اي مباراه استناها عشان افضل اشتم واجمع شويه بوست من هنا على بوست من هنا عشان ابتدي احط واعمل له شير عشان انرفز اللي قصادي، وابتدي مثلا هيرد هبتدي بقى استلمه وابتدي اجيب له القديم، ودايما نجيب القديم ونبتدي نحصره في الحته دي، ده انتوا ما عملتوش وانتوا مش عارف ايه وزمان، ويبتدي مع ان المفروض المباراه دي يعني كانت شرف لكل المصريين. لان طبعاً. ان يعني ال الاهلي والزمالك يجتمعوا في النهائي على ارض مصر، يعني طلعي اقوى فرق عربيه، ويعني كانت حاجه شرف لينا كلنا. يعني مين نكسب مين ما يكسبش، يكفينا انها بالزبط. موجوده على ارضنا. انا معايا جورج. جورج اهلا وسهلا. اهلا استاذ نبال، اهلا بيك. شفت الماتش؟ طبعا. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي. قول لي بقى احساسك كان ازاي لما الاهلي اتعادل، واحساسك كان ازاي لما جاب الجون اللي كان السبب في الفوز. طبعا بمسي على حضرتك الاول وعلى ضيوف حضرتك الكرام. طبعا كنت في اثناء اللقاء في جون التعادل، طبعا يعني ايه اللي هو اذا اهلاوي اتخض ان الماتش ممكن يروح مننا، والزمالك رجع تاني وهو اللي كان ضابط وهو اللي كان بيقدم بشكل اقوى. فكان يعني ايه، مش عايز اقول لك ان الوقت كان بيعدي من اصعب الاوقات اللي عدت على الاهلاوي في حياته. وجون الاهلي طبعا مش يعني ايه، المناظر اكيد وصفت اللي حضرتكم شفتوها في مصر كلها، الاهلاوي وشعوره وفرحه لا توصف طبعا. بس طبعا كنت عامل مداخله علق على الموضوعين اللي حضرتك اتكلمت فيهم على الماتشين. اتفضل. اول لقطه، كهربا، وانا صراحة يعني بحيي كهربا على اللقطة ديت، لسبب انا لو انا مكان كهربا او اي لاعب طبيعي انا ماشي من الزمالك. انا ماشي من الزمالك، عايز اثبت نفسي، عايز الجماهير طبعا مستنية، جماهير الاهلي مستنية وفي ضغوطات ان انا لازم انزل واقدم. شفته حتى لما قال واتسأل الموضوع، قال انا ما كنتش بقول للموسيماني الكوتش ان انا مش عايز انزل، هو كهربا ركن كل ده، الضغوطات اللي عليه، ان الزمالك نادي السابق عايز ينزل يأدي طبعا بالمشاكل، كان عايز يرد، ركن كل ده وحط النادي الاهلي واهميه الفريق في الاول، وقال له انا ما انزلش، فايدتي او دوري هيبقى قليل، نزل حد اهم مني يحافظ على الماتش وناخد اللقب. فانا جورج بتشوف المشهد ده ازاي؟ انت من 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 وجهه نظرك بتشوف المشهد ده يعبر عن ايه يعني؟ هو يعني ده بيعبر عن حب كهربا للنادي الاهلي، وطبعا تحمله المسؤوليه وان هو لاعب كبير، يعني دي بتدل ان هو لاعب كبير جدا وقد المسؤوليه في الوقت ده. اي لاعب تاني كان اهم حاجه عنده ينزل والشو وينزل ويلعب، اهم حاجه عنده، انما هو كهربا ركن كل ده وحط مصلحه النادي الاهلي، وانا بحييه صراحه وكل جماهير الاهلي بتحييه على اللقطه دي. واحنا بنحييه من برنامج ساعه مع نبال، والف مبروك للنادي الاهلي، ودايما يا رب الفرحه موجوده في قلوبنا اهلي وزمالك. بشكرك. ارجع تاني اتكلم على فكره او قضيه الصراع اللي اتخلقت في مجتمعاتنا.
صراع بين الراجل والست، صراع بين الأولاد والأجيال، صراع وصل دلوقتي للكورة. هل احنا عجبتنا الكلمة سيادة المستشار؟ عجبنا الموضوع يعني. والله يا فندم فكرة الصراع قديمة قدم الأزل يعني، من أيام قابيل وهابيل يعني. الصراع ليس حديثا على الناس، على البشرية يعني، ولكن هي فكرة إثبات الذات أو أن أنا إبراز الذات أو الانتصار أو الانتصار للذات على الآخر. معلش برضو هي في بيبقى الشخص ذاته أن هو عايز يعني، احنا ممكن بنسبة 70% من اللي بيحصل ده تهريج يعني. أنا ومحمد بيه ممكن على الفيسبوك نرخم على بعض شوية، بس في حب يعني في الآخر في اللقاء العام، وأكيد في احترام، ما في احترام ما أقدرش أتجاوز عنه. ده 70% من مجتمعنا، من مجتمعنا. وفكرة برضو أنا بعترض على فكرة الفراغ يعني، إن احنا بنشجع عشان عندنا فراغ. بالعكس، أنا واحد مثلا بقفل مكتبي وبروح أتفرج على الماتش، وفي ناس شركات بتقفل وتروح تتفرج، عندهم ولاء للنادي بتاعهم. لا انا، لكن هي الفكره، انا اللي اقصده ست فكره الصراع. الصراع لا، في فكره دلوقتي مسيطره على المجتمع بتاعنا، وهي دايما القضيه، المعركه، الحرب في كل حاجه. شوف حضرتك اي موضوع بنتكلم فيه، هو اللي لفت نظري للموضوع ان الموضوع بقى في الكوره كمان. هقول لحضرتك يعني، يعني ممكن بقى في حرب، مين ينتصر على مين. الإعلام حتى لما بقى في قنوات رياضية أو كده بقت بتهاجم بعض يعني. بالزبط. هي مش طالعة علشان تحل، مش طالعة علشان تقول الصح إيه والغلط إيه وتعرف الناس وتوجههم وتعلمنا لا، وده طالع يرد على ده، وده طالع يشتم في ده، وده يجيب تاريخ ده، وهكذا. هقول لحضرتك ليه. اتفضل. لأن في عناصر يعني، في عناصر قد يتخذها الشباب قدوة يعني، وأعمارهم كبيرة ومناصبهم كبيرة جدا بدون ذكر أسماء. بيطلع منهم الألفاظ دي على شاشات التلفزيون، سب علني بدون رقيب وبدون حساب، سخرية أوي. سخرية يعني. فالشباب هي ده قدوتهم، ده قدوتهم، فيقول لك لا أنا هعمل زي فلان، فبيسود المجتمع. لكن لو أنا مثلا كقدوة المجموعة ببقى بحاسب على الفاظي في مساله التعليق على الاخر، يبقى كل الناس هتطلع تتبع. طب مش المفروض ان القانون يتدخل؟ ما هو القانون متدخل بالفعل يعني. يعني لما بيصدر حديث غير لائق او كلام او الفاظ او سب، مراكز قوه يا فندم، معلش يعني انا المفروض ما اقولش الكلام ده على الهوا، ولكن بيبقوا مراكز قوه، مراكز قوه اللي هي بتطلع بالالفاظ دي. وان شاء الله يعني خلاص، هي يعني انا اتمنى الزوال الظاهره دي ان شاء الله، يعني ربما يزعل محمد بيه. فهي هي كانت ظاهره، احنا متطرفين، احنا متطرف. احنا بنتكلم عن لا، هي الفكره، هي الفكره ان فعلا في صراع، لكن احنا عايزين نحجمه. يتحجم ازاي؟ الدوله ومجلس النواب تدخل وحط تشريعات، والسلطه التنفيذيه مش مقصره، اللي بيتقدم فيه شكوى على طول بتنفذ معاه. لكن في على الوجه الاخر مراكز قوه بيخطئوا براحتهم، لكن اقول لك لا معاه حصانه، او لا ده قوي في حد سنده مع يعني. لا هو مفيش حد فوق القانون. انا هرجع لحضرتك استاذ محمد بس بعد ما ناخد محمود من الجيزه، من مشجعين النادي الاهلي. مفيش زمالك خالص؟ كله اهلي اهلي، مفيش زمالك خالص النهارده ولا ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو اكيد طبعا مش هيبقى في مشجعين للزمالك دلوقتي بسبب ان جمهور الاهلي هو اللي فرحان وهو اللي موجود. استاذ محمد زملكاوي على فكره. اهلا وسهلا النهارده لك يا فندم. اهلا بيك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. انا زملكاوي، بص هشجع الاهلي ان شاء الله بعد كده في البطوله. لا ما شفناهاش ان في زملكاوي بيشجع. لا اشجع طبعا. لا في طبعا محمود، ولا حاجه طبعا. هو مش تعصب والله، هو مش تعصب محمود خالص. انا عايز اقول لك، عايز اقول لك بس حاجه في اقل من ثواني. هو دلوقتي لما الاهلي يبقى قوي والزمالك يبقى قوي، مش هيبقى عندنا منتخب طبعاً للبلد قوي؟ اقسم بالله انا بالنسبه لي ان انا اشوف الزمالك بالقوه دي، حتى وانا باخد الدوري انا اسف جدا لحضرتك يعني، ببقى مستمتع بان انا باخد الدوري والزمالك قوي. صح. لكن ان انا اشوف الزمالك واقع دي مش حاجه كويسه بالظبط. اصلا يعني مش هيبقى فيه منافس، وبعدين ممكن الاهلي
النهارده هيقول لك انا كده كويس جدا ومش عارف ايه، اول ما يجي لاعب فرقه من بره هتلاقي مستواه. لا وعايزه اقول كمان حاجه محمود، خلي بالك ان دايما لو ما فيش حد قوي قدامك عمرك ما هتنجح ولا هتبتكر. مش هيستمتع بنجاحه يعني. انا عايزه اقول لك ان انا من الناس اللي كنت بتمنى ان الزمالك يدخل جون، ولما سالوني عشان اتفرج على ماتش قلت لهم علشان اتفرج على ماتش حلو. لان كل ما الخصمك يكون قوي كل ما ده بيطلع امكانياتك وبيطلع قدراتك. شفنا ماتش يشرف مصر في افريقيا حقيقي. ما شاء الله فريق الزمالك كويسه جدا، استحواذ في نص الملعب، بس خطوره على الجون ما كانش ليه خطوره قد ما الاهلي كان مستحوذ ان هو يروح للجون. بس الزمالك يعني في كره بتاعت احمد سيد دي اللي هي جت في العارضه دي بيعرفك ان هم مش قادرين يوصلوا للجون. فاحمد سيد زيزو لعيب كبير جدا طبعا. طب وزيزو منتخب مصر الكوره دي من نص الملعب، ان هو بيعرفك ان مش قادرين يوصلوا للجون، فشاط من نص الملعب عنده حلول يعني. عايز اقول لك بقى محمود، عايز اعلق على اتفضل على الطريقه اللي كهربا بعد ما الجول جه بتاع قفشه. لا لفته كانت مميزه. جميله جدا يعني. ان انا اول مره في حياتي اشوف لاعب بيدي تعليمات للمدير الفني. هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي. ايه حاجه تعرف حضرتك قد ايه ان الاهلي بروح يعني. لو كهربا كان في الزمالك كان هتلاقيه مقموص متضايق زعلان. بلاش نحكم بقى لما تبقى تحصل. هي دي البدايه. هي تنمر عليها. دي البدايه. كل واحد بقى راضي على التاني. بلاش نقول لو حصلت مع الفريق التاني. بس انا بقول ان هو كروح تيم. الافراد كان افراد الزمالك متفوق جدا، بس جماعيه كان الاهلي احلى يعني. ألف مبروك يا محمود، ويا رب دايما كلنا فرحانين. شكرا. زملكاويه والله اخواتي وحبايبي ديوتنا فيها اهلاويه وزملكاويه. احتفلت مره والله العظيم عشان اراعي شعور اخويا. بس احنا كان عندنا في البيت زغاريط، هو زعل بس ان الناس زغرطت في الشارع. شكرا يا محمود والف مبروك للنادي الاهلي، وهم فعلا اسعدونا جدا بالمباراه. ارجع لحضرتك. هي قبل ما حضرتك تساليني في بس جزئيه عند محمود. اتفضل. جزء صغير كده هنتكلم فيه. اولا بيقول ان كهربا لو كان مش عارف في الفريق الثاني او في الاداره الثانيه ما كانش هيحصل كده. هي دي بقى الـ 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 القصه اللي ما بين الاهلي والزمالك او الجمهورين بمعنى ادق، ان كل واحد بيقول كلمه او بيبتدي يحط الاطار ده ويبتدي يصدره للباقي، فكل واحد بيقول نفس الكلام. استاذ محمد هي دي النقطه اللي انا كنت عايزه اسالك فيها. بالظبط. ان فكره ده على فكره مش في الكوره بس، في كل حاجه في حياتنا. مجرد ان كلمت حضرتك دقيقتين خدت حكم. لو حصل عند فلان مش هيعمل زي ما انا عمل. والسيد المستشار اشار لنقطه، حته الانا. الانا اللي موجوده. عشان كده بقول ان النهارده تحليلنا للماتش بشكل مختلف. ما فكرناش نجيب لعيبه الكوره، ولا فكرنا ان احنا نقول مبروك، ولا نقول هارد لك. لكن فكرنا ان احنا نحلل الموضوع من الناحيه النفسيه. ان فكره المجتمع اللي بقى حابب على طول يبقى عنده قضيه وعنده قصه وعنده حكايه، عايز يتخانق يطلع اللي جواه، عايز يطلع اللي جواه. عشان كده انا كتبت مره على الفيسبوك، قلت هو احنا بندور على حاجه يعني؟ احنا بندور على قضيه؟ احنا عايزين يبقى عندنا مسمى وخلاص يعني، مشكله في حياتنا وخلاص. حتى الفرحة ما بقناش متعودين نفرح، ما بقناش عارفين. الموضوع ده خطير جدا. عارفين نفرح، ولو احنا خرجنا عن بره الكورة اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده. الموضوع خطير جدا، والموضوع النفسي ده والألام النفسية دي فيها شوية تراكمات. التراكمات دي احنا ممكن نخرج عن نص موضوع الكورة، لان من ضمنها احنا مش هنخرج، لان هو كله بيصب على كله، تراكيب في بعضها. انا واحد من الناس مترافع في الجنايات. لما بيكون عندي ازمه نفسيه من مشكله معينه حتى في البيت بروح ببقى وانا بادي المرافعه بكون بتخانق مع القاضي. يقول لي طب اهدى، انت ليه بتتخانق؟ ليه بتعلي صوتك؟
يعني بفضفض عايز اطلع اللي جوايا. يعني بنقول بقى ان هو تبع الضغوط والنفسيه والاقتصاديه اجتماعيه مشاكل اجتماعيه كل ده تراكمات على الشخص نفسه. سياده المستشار احنا عندنا اتصالات كتيره جدا ومش عايزين لا نزعل بقى لا الاهلي ولا الزمالك. مين معانا؟ بس يكون زملكاوي لو اهلاوي خلاص. يوسف من القاهره ومش عارفين هو اهلاوي ولا زملكاوي. اهلا يا يوسف. مساء الخير. مساء النور. طبعا عايز ارحب بكل اللي في الاستوديو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلاوي ولا زملكاوي يا يوسف؟ لا انا اهلاوي متشدد يعني. متشدد. اقول السكه. الف الف اقول السكه معاه. الله يبارك فيك. يا اهلا وسهلا. اتفضل. انا بس عندي يعني كم حاجه عايز اقولها على اللقطات اللي حصلت في الماتش. تمام. اول حاجه هي لقطه شيكابالا بعد ما جاب الجون، وطبعا يعني مش هنقول اي حاجه، الجون كان جون تحفة. يعني اوروبي تحفة. جون تحفه. ولكن الفكره مش في الجون، الفكره بعد ما سجل الجون هو عمل ايه، ودي الحاجات اللي بتزيد الاستفزازات دي هي اللي بتعصب جمهور الاهلي وبتسبب ان يكون في عصبيه ما بين الجماهير. لو ركزتوا في اللقطه هتشوفوا حضرتك ان هو اول ما جاب الجون راح للمدرج بتاع الثالثه شمال وحط ايده على بقه كده، ويعني لقطه استفزازيه يعني، ودي الحاجات اللي بتعصب الجماهير، هي دي اللي بتعمل يعني مشاكل ما بين الجماهير ما بين القطبين. بس يوسف يعني ما احنا برضو شايفين ان برضو لازم حتى لو اللي قدامنا اتصرف تصرف غير لائق او احنا مش متقبلينه ما يبقاش الرد بالشكل اللي بيحصل دلوقتي. انت من الشباب واكيد بتشوف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف التصرفات بتكون عاملة ازاي، يعني انت مع ان يكون في قانون وعقاب لاي حد بيسيء للطرف الاخر؟ لا انا مش مع، انا بمشي بفكرة ان ما ينفعش لعيب محترف يحط عقله بالجماهير، ان على مدار السنين دايما الجماهير لما بتتدخل دايما بيبقى فيه اساءة للاعبين، زي ما قبل كده جماهير الزمالك عملوا اساءة لعماد متعب، وفي ناس عملت اساءة لجماهير الاهلي لشيكابالا، الموضوع بيفضل كده لفترة. لكن ما ينفعش لاعب يرد، ان لما بترد كده انت بتزود المشاكل اللي بتحصل ما بين الناديين، بالذات ما بين الجمهور، ان الجمهور كده كله بيتدخل وده يدافع وده يشتم ويطلع ترند وهكذا. انا بشكرك يا يوسف وبشكر وجودك في ساعه معني بال. سياده المستشار يعني كلمه اخيره كده تقول ايه لجمهور الاهلي والزمالك؟ جمهور الاهلي والزمالك هم شعب مصر يعني، ومش بس شعب مصر، الوطن العربي كله في منه اهلي وزمالك يعني. ضبط النفس يعني، انا بطالب بالناس او الشعب وخاصه الشباب بضبط النفس واحترام الاخر، وان احنا اهلي وزمالك نعتبر خليط واحد، عيله واحده يعني، ما يصحش ان احنا نتجاوز بالالفاظ وان احنا نخرج عن النص وخلاص يعني. هو الفرحه في وقتها، نحفل يا سيدي على بعض شويه على الجزاء، لكن ما نتجاوزش، ما نخدش في الاعراض، وما نطلعش نروح نقابل بعض على القهاوي ونكسر كراسي القهوه على بعض، ما يصحش، عيب يعني. فانا بطالب بضبط النفس، لان خلاص في عقوبات مشدده دلوقتي، اللي بيتمسك في حاجه زي كده عقوبته مشدده، وبعدين وشباب انت كده بتضيع مستقبلك، بتضيع مستقبلك وبتبقى سوابق، محبوس، كنت محبوس قبل كده. بشكرك سيادة المستشار الأستاذ محمد. كلمة أخيرة للجمهور الأهلي والزمالك. أتمنى إن شاء الله إن الخلافات دي تبقى حاجة يعني تتزال بأسرع وقت، وبلاش يا جماعة حتة الفيسبوك كل شوية حد بيكتب للتاني حاجة. أنا حاطط حاجة النهاردة أو زميلي الأهلاوي حاطط حاجة، هخش أهزر معاه بكل احترام وأدب ماشي، بلاش إن أنا أشعل أول كلمة في أول كومنت مثلا أو تعليق لي، كل يعني خلاص بقت خناقه، عركه على عركه اونلاين يعني، ممكن نسميها كده، او تحفيل اونلاين زي ما بنقول. عامه هي الكوره او الرياضه هي المفروض ان هي شعار للسلام والتنميه ما بين الشعوب والشعوب والاجيال، فيا ريت بلاش يعني، ما لناش فايده ان احنا نقعد كمان نخوض في اعراض اللعيبه والكلام اللي حصل الفتره اللي فاتت، لان ملوش فايده يعني، وفي الاخر اللعيبه بيبقوا اصحاب مع بعض. انا بشكركم جدا. يا رب تكون الرساله وصلت والهدف من الحلقه.
في الختام عايزة أقول إن الفرحة حلوة، تعالوا نتعلم مع بعض نفرح، نبقى سعداء. إزاي لما يكون عندنا حدث نتبسط بيه بدل ما نحوله لشيء مأساوي؟ تعالوا نتعلم مع بعض إزاي نعرف نعيش، إزاي نعرف نتعايش مع كل حاجة موجودة في حياتنا. الفرحة حلوة، وأنا شايفة إن اللي إحنا وصلنا له مؤخراً دي حاجة كبيرة قوي، ماتش كبير يبقى على أرض مصر بين فرقتين كبار، سواء مين فيهم اللي يكسب مش مشكلتنا، المهم إن إحنا اتبسطنا وفرحنا. زي ما قلت لكم، أي حاجة في الحياة تعود، أي حاجة في الدنيا تدريب. تعالوا نتدرب مع بعض إن إحنا نعرف نبقى مبسوطين. الحلقة الجاية إن شاء الله هتكون للجمهور، لأن جالنا اتصالات كتير النهاردة وما قدرناش إن إحنا ناخدها يعني كلها. وزي دايما ما بقول، في ساعة مع نبال لسه الفرصة قدامنا. دعوة للحياة في ساعة مع نبال. تصبحوا على خير.